ويلكم باك. لا ما قصدي اهلا بكم، ولكن شابا سعوديا مبتعثا عمل على انتاج فيلم بعنوان ويلكم باك، وقدم عرضه لاول مره في وارنر براذر ستوديوز في لوس انجلوس. الفيلم الناطق بالإنجليزية من إخراج عبد الإله القرشي وبطولة وإنتاج علي التميمي، ويروي قصة زوجين خليجيين تعرضا للسرقة أثناء قضاء شهر العسل في لوس أنجلوس. المزيد في تقرير الزميل رافي بوغسيان. ويلكم باك فيلم سعودي الصناعة تدور أحداثه في لوس أنجلوس، ويختصر حادثة نصب تعرض لها زوجان خليجيان سافرا للاستمتاع بشهر العسل الذي انقلب دراما بسبب السرقة. احنا هدفنا انه احنا نغير شوي عن فكرة الناس عن انه لسه العربي متأخر، لسه انه يستفيد او ياخذ من خبرات الامريكيين او الاجانب. حتى احنا اليوم قصة سيناريو حضور، الحضور كله كان عرب في عرب، الحمد لله طلعنا بشيء جميل، وأنا أعتبر أنه عمل جبار. الأفلام السعودية تستطيع أن تكون عالمية، وكلنا نذكر وجدة الذي كان أول فيلم سعودي يرشح لجائزة أوسكار، وقد لقى دعما بارزا من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. السنة اللي راحت أنه في فيلم واحد اللي هو فيلم وجدة سوى ضجة، صدقني بعد 5 سنوات راح نقول 20 فيلم سعودي سوى ضجة في العالم، متأكد هذه على يقين أنه هذا الشيء راح يصير. في الفيلم الأول أنا ما كان عندي أي خيار، في نفس التصوير قالوا لي أنه البادجت حق الفيلم انتهى صفر. اليوم الثاني قلت اليوم الثاني تصورون الفيلم تكملون التصوير بس نأخر إلى 4 ساعات. رحت اليوم الثاني، رحت لمعرض السيارات، بعت السيارة، جيت كملت الفيلم ولا أحد عرف. رغم أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية لا تدرس ملفا لإيجاد سينما في سعودية بضوابط شرعية، لكن المواهب السعودية كثيرة وعميقة وجدية. في كلمة يعني هي الأمانة والله أقولها لا هي نفاق وأقولها من كل قلبي، إنه خادم الحرمين الشريفين لما قال أنتم لستم مجرد طلاب مبتعثين، أنتم سفراء الوطن. أنا هذه اللحظة هذه الكلمة تتردد معي كثير. ويلكم باك لقى صدى واسعا وإيجابيا أثناء عرضه في وارنر براذرز بحضور الممثل قصي خولي والفنانة ميساء مغربي، وسيتم عرضه لاحقا في أكثر من مهرجان أمريكي وخليجي، ويمكن للجمهور العربي متابعته في دور السينما الإماراتية والكويتية. أعتقد أنه هذا يعني منبع فخر لنا إحنا كلنا كعرب فيلميكرز. أقول لهم يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نشوفكم في فيلم طويل روائي طويل. في شيء حلو جدا انه هنا مازجين ما بين الروح العربيه اللي هو الكالتشر تبعنا يعني، واللي هو له علاقه بقصصنا، وما بين حاله السينما الامريكيه، فهذا المزج حلو كثير يعني، ونحن بحاجته حقيقه. فكرة الفيلم التي تعتمد على التشويق والإثارة تحمل في طياتها رسائل موجعة تؤكد على عزم الشباب على الانتصار والنهوض. هو لازم يكون قصة الفيلم مسلي يعني قد ما أنت يكون عندك رسائل، بس لقيت نفسي أنا على موضوع الحرامية وخاصة النصابين، فبس اكتشفت أنه أنا إحنا مشكلتنا في العالم العربي الحرامية يعني إحنا لو ما عندنا حرامية وضعنا أفضل كثير، يعني حننافس الناس كلها. طبعا أنا ما بتكلم على سرقة مادية، الموضوع أكبر من كده، أفكار تسرق، طموح تسرق، شباب بينسرق منهم حتى أعمارهم، أفكار يعني كل حاجة إحنا بنسرقها من الناس عشان ناس تانية تطلع، يعني لسه المعدن الحقيقي للشباب أو الناس اللي هي تنافس لسه ما بين. شيئا فشيئا يغزو السعوديون صناعة الأفلام من بابها الأوسع أي هوليوود، وكل العيون تترقب النجاحات العربية في بلاد العمسام. تعتبر تجربة فيلم ويلكم باك تجربة فريدة من نوعها للطلاب المبتعثين الذين يدخلون باب الاحتراف من مدخل الهواة ليتركوا بصماتهم في واحد من أهم المسارح الفنية في الولايات المتحدة. رافي بوغسيان، العربية، هوليوود، كاليفورنيا.